السلام عليكم ورحمة الله. عاجل من وزارة التربية. التربية تقرر السماح لمدير المركز والمشرف المتابع بحمل الهواتف بشرط تفعيل خاصية البلوتوث من أجل كشف حالات الغش. أوقات الدوام الرسمي للجامعات والمعاهد الحكومية والأهلية خلال الفترة القادمة في محافظة بغداد هذه يبدأ الدوام الرسمي للجامعات والكليات الحكومية والأهلية كافة مع مراعاة تعديل أيام العطل الأسبوعية للكلية والأقسام. 10 صباحا يبدأ الدوام الرسمي. زين، اليوم وزارة التربية تعلن انطلاق امتحانات الدراسة الإعدادية في دورها الثاني. اليوم امتحنوا طلاب الدور الثاني للصف السادس الإعدادي. تنويه المديرية العامة للتربية في محافظة النجف الأشرف بأن الامتحانات الوزارية للدراستين المتوسطة والإعدادية مستمرة حسب جداول وتوقيتات وزارة التربية، ولا يوجد أي تأجيل أو عطلة ليومي الأحد والاثنين المقبلين.